ثم ذكر الله سبحانه وتعالى سورة العصر، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر بالزمن، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. هذا الزمن وهذا العصر فيه عمل العباد الليل والنهار، والعصر إن الإنسان، كل إنسان فيه خسر، فيه خسارة، استثنى من الذين آمنوا وعرفنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيده بالطاعة وينقص بالمعصية. إن الإنسان إذا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا لابد من عمل، وأول من تسعر بهم النار نسأل الله العافية والسلامة ثلاثة: منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به، لابد إذن من العمل، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجب الشريعة. ورجلان قال عليه الصلاة والسلام تحابا في الله، بماذا؟ قال اجتمع عليه تفرق عليه، وتواصوا بالحق. فلا بد إذا أردنا أن نكون من المفلحين ولا نكون من الخاسرين أن يوصي كل واحد منا الآخر بماذا؟ بالحق، والحق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا كذلك بالصبر، تصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. الصبر يقسم العلماء رحمه الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى كالصبر على الصلاة والصيام، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وأعلى من هذا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وبشر الصابرين، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن استثنى الخاسرين من وصفهم الله سبحانه وتعالى بأوصاف أربعة اجتمعت فيهم: إيمان، علم، وعمل، ودعوة، وصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهؤلاء لو تسأل أي إنسان على وجه الأرض مسلم أو كافر تريد الربح والخسارة يقول أريد الربح ولا شك فيها. إذا أردت الربح لابد أن تأتي بهذه الأوصاف الأربعة: إيمان، وعمل، ودعوة، وصبر. نعم.